أهلا بكم. رفض الرئيس هادي والحكومة لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض، وطلبوه بتقديم خطة جديدة ترتكز على المرجعيات الوطنية والدولية. تزامن ذلك مع إجراءات اقتصادية وخدمية اتخذتها الحكومة على صعيد تعزيز دور العاصمة المؤقتة عدن وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة. نتوقف مع هذا الحدث السياسي والميداني لنناقشه من زاويتين: على ماذا تستند الحكومة في موقفها الرافض للخطة الأممية؟ وهل باتت السلطة الشرعية تملك كل أوراق اللعبة سياسيا واقتصاديا؟ على عكس الوتيرة السابقة المحمولة على الضعف والعجز السياسي، بدت الحكومة اليوم أكثر قوة وصلابة في أدائها، حيث رفضت السماح بتمرير خطة ولد الشيخ القائمة على ترتيب أوضاع الانقلابيين أكثر من أي شيء آخر. رفضت السلطة الشرعية لقاء المبعوث الأممي وصعدت من لهجتها الصارمة إزائية تسوية تتجاوز المرجعيات الوطنية والدولية، بالتزامن مع توجهها على الأرض لتعزيز دور العاصمة المؤقتة عبر تفعيل مؤسسات الدولة اقتصاديا وخدميا. إذ دعت البعثات الدبلوماسية لاستئناف نشاطها من العاصمة المؤقتة، وكذلك المنظمات الدولية التي حدد ممثلوها خلال لقاء جمعهم بنائب رئيس الحكومة وزير الداخلية حسين عرب شهرين لنقل مكاتب المنظمات إلى عدن استجابة لدعوة الشرعية المعترف بها. كل هذا وأكثر سنناقشه في حلقة الليلة من زوايا الحدث، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. على هذه الطاولة لا من المنفى يرسم واقع جديد لبلاد تتسرب شيئا فشيئا من أصابع الإنقلابيين. تخوض الحكومة معاركها المختلفة وتتقدم ببطء، ليس على الصعيد العسكري فحسب، وإنما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بعد أن فتحت عيونها على خيوط اللعبة المنفلتة منذ زمن. كيف وما المستجد في ذلك؟ فالحكومة التي ظلت سجينة العجز والتجاذبات الإقليمية والدولية طوال الفترة الماضية بدأت تتحسس مكامن القوة لتستند إليها في معركتها الفاصلة. سياسيا استقام عودها ورفضت السماح بتمرير الصياغ الميتة والتسويات غير العادلة على شكل خطة قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ووافق عليها مجلس الأمن، لكن الحكومة أبت ذلك وقالت إن هذه الخطة تتناقض مع المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية. رفضت أيضا لقاء المبعوث الخاص مؤخرا في الرياض، وأكدت على أن أي نقاش بشأن الخطة المقترحة أمر لا يمكن القبول به، وليس على ولد الشيخ سوى تقديم خطة جديدة تستوعب حق اليمنيين في إنهاء أسباب الحرب وكافة مظاهر الانقلاب. غير معروف ما الذي سيقوله مجلس الأمن بعد رفض الرئيس والحكومة مقابلة ولد الشيخ، كما هو غير معروف إلى ماذا تستند الحكومة في موقفها الثابت ولهجتها الصارمة تجاه خطة المبعوث الأممي. لكن اعتراف العالم بشرعيتها وإدراكها لمكمن الضعف الذي غير طريقة تعامل المجتمع الدولي ودفعه لبحث مخرج طوارئ على حساب المرجعيات القائمة شجعها على التمسك بموقفها الرافض لأي تسويات يراد لها. كما أن التحالف الذي تتكئ عليه الحكومة ليس عاجزا إذا أراد أن ينهي سر العجز والاختلال في أداء الشرعية ومساعدتها في تثبيت الأرضية التي تقف عليها تعزيزا لثقتها في امتلاك أوراق اللعبة في الداخل. على الأرض ذهبت الحكومة لتفعيل دور العاصمة المؤقتة عدن، بدءا بنقل البنك المركزي وتحويل إيرادات الدولة إليه، ولاحق نجاحها في كسب ثقة البنك الدولي ودفعه للتعامل مع الأمر الواقع، تكللت بإطلاقه محفظة مالية للتدخل العاجل والسريع بقيمة 400 مليون دولار. دعت الحكومة أيضا السفارات والمنظمات الدولية لنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، فاستجابت الأخيرة وحدد ممثلها في اجتماع لهم مع نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية حسين عرب شهرين لاستكمال ترتيبات الانتقال إلى عدن، ولاحقا أطلقت الحكومة خطة التعافي في المناطق والمحافظات المحررة. يحدث هذا فيما لا تزال نصف الحكومة في المنفى، وذلك أمر يدعو للغرابة، إذ لا مبرر لبقائها خارج البلاد بعد أن استوت الأرضية التي تقف عليها وبدأ الملف الأمني والخدمي في التعافي. ففي العودة الكاملة والنهائية تحد وجودي يتعلق بمستقبل الشرعية وقدرتها على إرسال تطمينات لليمنيين وللعالم أيضا، ودعوتهم للالتفاف حولها لإنجاز مشروع الدولة المختطفة. إذن ينضم لنا مشاهدينا الكرام من الرياض الصحفي علي الفقي. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ علي. برأيك
أين تقف الحكومة الآن من المشهد الذي يشهد تعثرات سياسية ودبلوماسية ويشهد أيضا اشتعالا ميدانيا؟ تحية لك ولمشاهدي قناة بلقيس. الحكومة للأسف الشديد على الرغم من محاولتها وتصريحاتها التي يفهم من خلالها أنها تمضي للأمام، إلا أنها للأسف الشديد على أرض الواقع لا تزال تراوح في مربع العجز ومربع اللافعل الذي يخذل الجمهور الواقع في المناطق المحررة، وأيضا يخصم من قوة القوات التابعة للحكومة الشرعية وقدرتها على تقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات. لو تحدثنا عن تفاصيل هذا العجز حتى يكون نقدنا بناء، ونحن عندما ننتقد الحكومة فإنما ننتقدها من منطلق الحرص ومحاولة إيضاح نقاط الضعف ونقاط الخلل التي يجب أن تعالج. هناك عجز لا يزال في المجال الخدمي، هناك عجز في مجال توفير الموارد المالية، هناك عجز في ما يتعلق أيضا بالملف الأمني وضبط الأمن في المناطق المحررة. ترك غياب الحكومة فراغا كبيرا على الأرض، حتى أنه يبدو دعوة الحكومة إلى للسفارات والملحقيات أو البعثات الدبلوماسية بالعودة إلى عدن أو إعادة فتح مكاتبها في عدن أمرا يعني مثيرا للسخرية، لأن الحكومة نفسها لم تستقر بشكل كامل وتتحرك وتطبع الأوضاع على الأرض، فكيف يمكن دعوتها البعثات الدبلوماسية للعودة إلى مدينة عدن التي يفترض أنها هي العاصمة المؤقتة للبلاد، ويفترض أنها تعج بالحياة وبالفاعلية وأنها منطلق للحكومة الشرعية وأنها أصبحت جاذبة لكل اليمنيين ولمليارات الدولارات من الأموال ومن الاستثمارات التي فرت من صنعاء ومن المناطق التي سيطر عليها الحوثي إلى تركيا أو إلى ماليزيا أو إلى عمان كما نعلم جميعا. وبالتالي الحكومة بحاجة إلى مغادرة التصريحات والتوجه لفعل شيء حقيقي ملموس يدركه المواطن ويعود أثره بشكل إيجابي على المواطنين في المناطق المحررة. الناس ينتظرون رواتبهم منذ 3 إلى 4 أشهر، موظفي الحكومة، القطاع الخاص أيضا يفترض أن يستعيد عافيته وأن تتحرك عجلة التنمية على الأرض، وأن لا تكتفي الحكومة بطمأنة نفسها من خلال إطلاق عدد من التصريحات. ولو أطلت عليك، لكن هناك معلومة مهمة، أنا تحدثت قبل يومين مع أحد المسؤولين الحكوميين وعبر لي عن انزعاجه عن امتعاضه من أن البنوك في محافظات حضرموت والمهرة شرقية البلاد وهي محافظات إيرادية لا تزال تتعامل مع البنك المركزي في صنعاء وتورد الإيرادات المالية إلى البنك الواقع تحت سيطرة الانقلابيين، وهذا يدل على عجز كبير وخلل في أداء الحكومة الشرعية. طيب الآن نحن تحدثنا ميدانيا وكذلك اقتصاديا، دعنا نركز أكثر على الجانب السياسي. ينضم لنا الآن وأرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ علي، ينضم لنا مستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي من الرياض. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخيرات والأنوار. دكتور فيصل، بعد رفض الرئيس والحكومة لقاء المبعوث الأممي وكذلك حتى مناقشة الخطة المقدمة، هل يمكن القول أن هذا يمثل نعيا لخارطة الطريق التي حاول ولد الشيخ كثيرا خلال الأيام الماضية عرضها وترويج لها وأيضا كسب الدعم لتمريرها؟ اليوم كان هناك تصريح لمعالي وزير الخارجية أكد أنه أي خطة سلام تعتمد على المرجعيات ستكون محل ترحيب الحكومة. كان الخلاف ليس حول دور الأمم المتحدة وإنما حول الرؤية التي تجاوزت المرجعيات الثلاثة المتفق عليها، أما أي دور الأمم المتحدة فهو محل ترحيب. يعني وإسماعيل ولد الشيخ ليس بالجاهل أو الغبي أو لكن يبدو بشكل متغابي حينما يطرح هذه الرؤية المتجاوزة لمرجعيات الحل المتفق عليها يمنيا وعالميا. طيب أنتم ماذا تتوقعون من المجتمع الدولي إزاء هذا الرفض لخطة ولد الشيخ، خاصة وأنه أقر بموافقته عليها ودعمها بشكل موسع؟ المجتمع الدولي طبعا لا زال حتى الآن، وأنت تسمع تصريحات السفراء الذين
يعني هناك حراك سياسي للحكومة هنا على مستوى الرياض وعلى مستوى العالم. هناك لقاءات بالسفراء والكل يؤكد على حرصهم على السلام الدائم في اليمن وعلى دعم الشرعية. لم يكن هناك مثلا موقف فج قطعي بأنه سيتم فرض خارطة السلام التي أعدها إسماعيل ولد الشيخ بالقوة أو ما شابه ذلك. وآخر شيء يعني خطة البنك الدولي التي سمعنا عنها لإنقاذ اليمن، وهي خطة الأولى من نوعها التي تضمنت 400 مليون لتقديمها إلى اليمن لإنقاذ حالات الجائعة أو الحالات الصعبة التي وصلت في اليمن. طيب أرجو التفضل بالبقاء معنا دكتور فيصل. أعود إلى الأستاذ علي الفقيع. أستاذ علي، سمعت حديث دكتور فيصل ووجهة نظر الحكومة باتت أكثر يعني من الناحية السياسية ربما وصفت بأنها باتت أكثر قوة وصلابة من قبل كثيرين، هل تتفق مع ذلك؟ وبرأيك إلى أي مدى يمكن للحكومة الاستمرار في هذه يعني الصلابة في الموقف بمواجهة الضغوط الدولية؟ فيما يتعلق بموقف الحكومة من مبادرة ولد الشيخ، تابعنا جميعا بأنه موقف رافض، وأيضا رفضهم لمقابلة ولد الشيخ في زيارته الأخيرة للرياض هي تتفق مع الموقف السابق الذي كان رافضا لاستلام المبادرة، وبعدها عمد الحكومة استقبال أو قبول المبادرة شكلا ورفضها مضمونا. لكن ذلك كله لن يكون له أي معنى ولن يكون له أي أثر ما لم يكن مصحوبا بفعل قوي على الأرض وتحرك إلى الأمام من قبل الحكومة، سواء في الملف العسكري أو في الملف الأمني أو حتى في الملف الاقتصادي، لأنه الحكومة لم تستطيع أن تمتلك قرارها ما لم يكن لديها من الموارد المالية ما يمكنها من الإسهام على الأقل بشكل جزئي في توفير أو في تحريك عجلة الاقتصاد، في دفع الرواتب، في تمويل أيضا مرتبات الجيش، لأنه يعني قد تكون هناك ضغوط على دول التحالف العربي للقبول بهذه المبادرة، على الرغم من أنها من أن المبادرة تضعف كثيرا الآن بعد خسارة الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد يعني سيطرة الجمهوريين على المشهد فسيصبح كيري بدون دعمه، وبالتالي خارطته تصبح أضعف. لكن الحكومة اليمنية لن يستمر موقفها الرافض ولن يتعاطى العالم مع رفضها هذا ويذهب لمداراتها و لمراضاتها إلا إذا أصبحت أقوى. موقفها العسكري على الأرض بحاجة، الجبهات بحاجة إلى تحريك إلى تقدم، أما أن تظل تراوح مكانها فأعتقد أنها ستتعرض لضغوطات سواء من العالم من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أو حتى من دول التحالف العربي التي قد لا تطيل إذا يعني استمرار دعم الحكومة اليمنية إذا لم يكن هناك فعل إيجابي. اليوم الحكومة في أمس الحاجة إلى تحريك ملف النفط الذي يفترض أن يكون قد بدأت بإعادة تصدير النفط والغاز من حقول صافر، لكن ولأسباب عسكرية كما استقيت هذه المعلومات من أحد المسؤولين في حكومة الشرعية أن عدم وجود قوات عسكرية تحمي أنابيب أو خطوط النفط النفط والغاز الموصلة من مارب إلى ميناء بلحاف أو حتى إلى البحر العربي لتصدير النفط أيضا، ف إنها ستظل الحكومة تعاني من عجز وستظل أيضا مواقفها خاضعة للأطراف الأخرى التي تمول العمليات العسكرية. طيب دعني من هذه النقطة أعود إلى الدكتور فيصل العواضي. دكتور فيصل، تحدث الأستاذ علي على ضرورة التحرك من الناحية الميدانية من الناحية العسكرية بشكل أكبر حتى تدعم هذه المواقف السياسية التي تقوم بها الحكومة. لماذا لا تقوم يعني القوات العسكرية بنشاط أكبر على الأرض، خاصة وأن الآن ليس هناك حديث يعني أو ليست هناك هدنة من أي نوع أو آخر يعني في داخل الأراضي اليمنية، وهناك فرصة ربما خاصة مع وجود هذه الانتخابات التي تمت في أمريكا للمضي أكثر نحو حسم عسكري معين يعزز الموقف السياسي. دكتور فيصل، هل تسمعني؟
إذن يبدو أن فقدنا الاتصال بدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام. أعود إلى الأستاذ علي الفقي. أستاذ علي، تحدثت على ضرورة التحرك ميدانيا بشكل أكبر وتحرك أيضا على المستوى الاقتصادي بداخل المدن. نعم دكتور. يا حبيب يا علي يا روحي يا عبد الرحمن. إذن أستاذ علي أنا لا أسمع شيئا. ألو، نعم. أستاذ علي معي؟ نعم معك. نعم. فكيف يمكن للحكومة تجاوز التعثرات في الداخل، هذه التعثرات كلها سواء في الملفات الاقتصادية أو في الجانب العسكري، وكيف يمكن تأمين أو تعزيز موقفها بالعاصمة المؤقتة عدن؟ الحكومة بحاجة إلى إرادة عزيمة قوية في البداية حتى تقنع نفسها بأنها حكومة على الأرض وأن تتواجد بشكل دائم على الأرض وليس مجرد زيارات، أن يكون لديها خطة ورؤية واضحة لبناء أجهزة أمنية ولبناء وحدات عسكرية تحفظ أمن العاصمة عدن وتحفظ أمن الحكومة وتمكنها من القدرة على التحرك. لأنه الآن حتى عندما تعود الحكومة إلى عدن للأسف الشديد نسمع شكوى من كثير من المسؤولين أنه لا يستطيعون التحرك على الأرض بكثيرا لأنه الوضع الأمني لا يزال هش وضعيف، وأيضا تعدد القوات الأمنية أو الفصائل الأمنية التي تتولى حماية المدينة يسهم في هذه الهشاشة ويجعل المشهد باستمرار غير قابل لتمكين الحكومة من أن تتحول إلى حكومة فاعلة، وبالتالي ستظل تذهب إلى عدن ومن ثم تعود إلى الرياض، وبين الذهاب والعودة هناك شعور بعدم الاستقرار وبأنها حكومة غير ثابتة الأقدام على الأرض. أيضا لابد أن يكون لديها خطة ورؤية واضحة في تنمية موارد مالية، لأنه حتى بقائها على الأرض يستدعي أن يكون لديها موارد مالية، أن تشغل ميناء عدن، تشغل مصافي عدن، تشغل أو تؤمن خطوط النفط والغاز من مأرب ليتمكن من استعادة التصدير، لأنه وزارة النفط تتحدث عن أنها جاهزة لإعادة تصدير النفط والغاز من ميناء أو من حقول صافر، لكن للأسف الشديد الجانب العسكري يقول بأنه غير جاهز، حتى أنه يبدو أن هناك خلل فيما يتعلق بالترتيبات بين رئاسة البلاد وبين قيادة المحاور العسكرية المعنية بخطوط النفط بحماية خطوط النفط، وهي نقطة في غاية الأهمية. لم تستطيع الحكومة التصدير ولم تستطيع استعادة السيولة النقدية من العملة الأجنبية ما لم تؤمن خطوط النفط والغاز وتستعيد عملية التصدير ليتعافى الاقتصاد اليمني وتتحرك العجلة وتتمكن الحكومة الشرعية من صرف مرتبات الناس. لن يعترف بك أحد إذا لم تكن أنت من يصرف المرتبات ومن بيده السيولة. ظلت الانقلابيون خلال الفترة الماضية متمسكين بالبنك المركزي وبالخزينة العامة وكانت السيولة في أيديهم، وهذا مما أطال في عمرهم أو بقائهم متمسكين متحكمين في البلاد. الآن إذا امتلكت الحكومة المبادرة والقدرة على الفعل ستتمكن من انتزاع صلاحياتها وستتمدد على الأرض وستمتلك حتى القوات العسكرية القدرة على التحرك وإعادة المبادرة والسيطرة على أو التقدم نحو العاصمة صنعاء. إذن أشكرك الصحفي علي الفقيه، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ويعود لنا مشاهدينا الكرام دكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام. دكتور فيصل، كنت سألتك عن أن الحكومة الآن لماذا لا تتحرك بشكل أكبر على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري بداخل الأرض، خاصة وأن هناك ظروف نوعا ما سواء في العالم أو في الأقليم تساعد على مثل هكذا تحرك. هذا طبعا كلام مردود. من قال أن الحكومة لا تتحرك؟ هناك خطوات متسارعة، لكن ليس بالضرورة أن يتم الإعلان عن كل خطوة تتخذ. نحن علينا أن ندرك أن البلاد تعرضت لتدمير وتخريب شبه كامل. يعني هي مسؤولية كبيرة دكتور، لكن أو تركة ثقيلة على الحكومة تحملها، لكن هناك من يتحدث، كثيرين من المراقبين يتحدثون عن وجود بطء في استجابة الحكومة وردة فعلها تجاه هذه الظروف وكذلك المبادرة بحلول أو أفعال من نوع ما. أنا سبق في مداخلة مع قناتكم تحدثت أنه نحن نتحدث عن الحكومة وهي حكومة افتراضية، يعني ممثلة بأشخاص، جسم الحكومة كله تحت سيطرة
الانقلابيين. يعني الآن مثلا العاصمة عدن الحمد لله يعني استعادت عافيتها، والدليل أن المنظمات الدولية الآن في طريقها إلى العودة إلى عدن للعمل من هناك، وهذه المنظمات ليست مجازفة في أنها تتجه إلى عدن، فلقد أوفدت المسؤولين الأمنيين الأمميين وتأكدوا من أن الظروف مواتية وقرروا العودة إلى عدن والانطلاق في عملهم منها. أيضا البنك المركزي إن شاء الله من غدا السوفت كود تم انتقاله إلى عدن، وسيتم استقبال كل التحويلات والمعاملات المالية من وإلى اليمن عبر البنك المركزي في عدن. ما هي إلا إجراءات يعني إدارية، ولنا أن نتخيل أن السيستم الخاص بالبنك المركزي اليمني ليس بذلك يعني ليس بالشيء السهل والبسيط. يعني كان هناك فريق تم تدريبه على مدى عام كامل، تلقى تدريبات لكي يستطيع أن يدير النظام الآلي، الشبكة الآلية للبنك المركزي، والتي يعني تكلفتها تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات. يعني النظام كامل ما ليس من السهل إيجاده في يوم وليلة. إن شاء الله الأمور ماشية في طريقها الصحيح، ولا يعني نعد الناس أو نعد أبناء شعبنا، ونحن واثقين من الصدق، صدق الحكومة، فلم تخذلهم الحكومة منذ أن بدأت هذه المحنة، وكل ما وعدت به الحكومة أوفت به ووصلت إليه. مستشار وزير الإعلام دكتور فيصل عواضي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. ينضم لنا الآن مشاهدينا الكرام رئيس مركز شمسان للدراسات دكتور عيدروس النقيب. مساء الخير دكتور. أهلا، مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور. لعلك تابعت موقف السلطة الشرعية الأخير من خارطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. برأيك هذا الموقف هل يعني هو نتاج لقوة تستند إليها الشرعية في هذه المرحلة، أم أنه نوع من التصلب الذي لا يستند إلى قوة سياسية أو لا يستند على وضع ميداني طبيعي وقوي، وإنما هو يعني نوع من التكتيك المرحلي فقط؟ شكرا جزيلا. أولا مساء الخير عليك وعلى كل مشاهديك الكرام. واسمح لي أولا أن أخذ القضية من زاويتين. تفضل. فلنأخذ أولا المبادرة ولد الشيخ. أعتقد أن المبادرة غير مستقيمة وغير متوازنة وغير منطقية ولا متوافقة مع المرجعيات الوطنية والدولية اللي يؤكد عليها كل الأطراف بما في ذلك الطرف الانقلابي. لكن موقف الحكومة كان من المنطقي أن تكون لها ملاحظات على أنا شخصيا كتبت موضوعين عن المبادرة، وفنت أنها تلغي كل قرارات مجلس الأمن، بل أنها تلغي حتى نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية التي كلنا لنا عليها آلاف الملاحظات. لكن الحكومة من حقها أن ترفض المبادرة، إنما ملاحظتي أنا أن الحكومة كانت يعني طريقة رفض المبادرة وطريقة التعاطي للأسف الشديد لم تكن حصيفة، لم تكن سياسية، لم تكن دبلوماسية. قصدك عدم استقبال مبعوث الأممي؟ أو كان بإمكان الحكومة، وإذا رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لا يرغبان في مقابلة ولد الشيخ، فليفوض وزير الخارجية رئيس لجنة التواصل أو التشاور في الكويت ويقابل ولد الشيخ ويطرح له ملاحظات الحكومة على هذه المبادرة، وكما يفعل الآخرون دائما. علي عبد الله صالح يعلن موافقة على كل شيء ثم يطرح ملاحظة أو ملاحظتين تفرغ الموضوع من مضمونه. هذا عندما تكون الأفكار التي تقدم سليمة ومستقيمة ومتوازنة، فما بالك بمبادرة تنسف كل الجهود التي بذلت من قبل. كان بإمكان الحكومة أن تقول لولد الشيخ أنه ملاحظاتنا هي التالي، وهي تقريبا خمس أو ست ملاحظات تلغي المبادرة كاملة. أنها تتعارض مع القرار الدولي، أنها تتعارض مع مسألة المخرجات الحوار الوطني، أنها تشرع للإنقلاب، أنها تحاسب الضحية وتعفي الجلاد وتكافئه، ونحن مستعدين نتناقش في هذا الإطار.
وهنا ستعفي نفسها الدولة من الحرج أمام المجتمع الدولي الذي تظهر فيه متصلبة يعني. طيب الآن في هذه النقطة دكتور، ما الذي سيترتب على هذا الموقف أمام المجتمع الدولي، خاصة أن ميليشيات الانقلاب كانت ترفض كثير من النقاط التي طرحت، وحتى خارطة ولد الشيخ من بدايتها منذ أن كانت في الكويت رفضت من قبلهم وتعنتوا أمامها. الآن ما الذي سيترتب على هذا الموقف الذي قامت به الحكومة وانتقدتها به؟ يعني أسوأ ما في موقف الحكومة أنها نقلت الحكومة إلى موقع المتعنت، وهي طوال الفترة السابقة كانت تتصرف تصرفا حصيفا جدا وتوافق على المقترحات الدولية التي كانت إلى هذا الحد أو ذاك يعني مستجيبة للشرعية، لكن الآن صارت طرفان يرفضان المبادرات الدولية. نحن كنا نقول أنه عندما كان الإنقلابيون يرفضون المبادرات الدولية كنا نطالب بمعاقبتهم بمحاسبتهم. الآن الأمور وصلت إلى مأزق، المأزق يتمثل في الآتي: أنه الأوضاع على الميدان لم تتحرك لا بهذا الاتجاه ولا بذاك، وهي طبعا لم يتمنى أحد أن ينجح الانقلاب، لكن الجميع يتمنى أن تنتصر الشرعية وتعيد ترتيب وضعها. نعم. لم يحصل شيء هنا، لم تنجح الوساطات والمساعي الدولية والإقليمية، لم تنجح الحرب في إنهاء الانقلاب، إذن الوضع سيظل يعني رهينة أما مبادرة جديدة تجمع الأطراف على أفكار جديدة ويتعاطى مع الأطراف بمسؤولية كبيرة، وهذا يبدو أنه سيكون مستحيل لأن ما يوافق عليه طرف يرفضه الطرف الآخر، أو تغير في ميزان القوى على الأرض، وهذا التغير يتطلب إعادة ترتيب إعادة تموضع القوى السياسية والقوى العسكرية على وجه الخصوص. نحن لدينا أكثر من 40 لواء مجمدة في حضرموت وصحراء العبر والمناطق التي ليس فيها حروب. ما الذي تفعل هذه الألوية؟ لماذا لا يحشدونها على مناطق المواجهة ويقهروا بها الانقلابيين؟ أعتقد أن العملية العسكرية بحاجة إلى إعادة ترتيب من جديد. طيب دكتور، الآن الحكومة ليست بكامل أجهزتها ولا حتى بأشخاصها بداخل العاصمة عدن، برأيك وهي تدعو المؤسسات والسفارات إلى العودة إلى هناك، برأيك هل يضعها هذا الأمر في موقف محرج، وهل تحتاج إلى العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن بشكل أكبر بعجالة إذا سمحت؟ الحقيقة هذه القضية أنا كتبت فيها عدة مرات، حتى أن بعض الزملاء يعني اتصل يعاتبني وينتقد ويقول لي أنت تكتب بقسوة عن الحكومة. لا يمكن لحكومة أن يكون عندها حوالي 400,000 كيلو متر مربع محررة وتحت سيطرتها وتعيش في الخارج. حكومة المنفى دائما كانت في البلدان في الثورات التحررية في فيتنام وفي هذا، كان في حكومة في المنفى، لكن أفرادها يدخلون إلى المناطق اللي هي غير محررة. أما أنت فقد قدم لك الشعب حوالي 400,000 كيلومتر مربع حرة مفتوحة جاهزة للاستثمار وللشغل وللعمل وللبدء بالبناء المؤسسي. الحكومة للأسف الشديد الذي لدينا هو عبارة عن وزير واثنين نواب أو ثلاثة نواب وزراء، وكلهم مقيمين في الرياض. يعني هذه العملية عملية غير منطقية، عملية غير عقلانية، يعني لا تتساوق مع العقل. أنت تدير بلد وتسلمها تتركها مرمية يدروها محافظين بعضهم غير أكفاء وبعضهم محدودي الإمكانيات. يعني بدون أي وسائل بدون أدوات إدارة البلد وتريدها. يعني الحكومة مطلوب منها أحد أمرين: أما أن تذهب إلى عدن لتدير المناطق المحررة وتبدأ مش فقط في إدارة التشغيل اليومي بل بإعادة الإعمار وفتح بوابات التنمية، لا استقرار ولا تفوق ولا هدمة عسكرية للإنقلاب إلا تنمية المناطق المحررة. وأنا هذا الموضوع كتبت مرة موضوعا بعنوان كيف نهزم الانقلاب بدون حرب. مفهوم دكتور. أو والنقطة الأخرى دكتور،
الخيار الآخر إذا الحكومة مش قادرة لا قادرة تعيد الإعمار ولا قادرة تفتح أبواب الاستثمار ولا قادرة تطبع الأوضاع في المناطق المحررة، فأعتقد أن عليها أن تعتزل وأن تأتي حكومة أكثر كفاءة وأكثر قدرة على العمل. نعم. القضية ليست قضية مكافآت. وضحت. بمناصب. وضحت هذه النقطة. الذي يتم اليوم هو مكافآت بمناصب حكومية، مكافآت لناس أيدوا الشرعية. على الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يعزف عن هذه السياسة. أشكرك. ويبحث عن الأشفاء الذين يقدرون أن يديروا العمل ويبدعوا ويبتكروا ويخترعوا وسائل للعمل بين الناس. رئيس مركز شمسان للدراسات دكتور عيدروس النقيب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام الحلقة، أشكركم شكرا جزيلا، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل محمد القاسم وجميع أفراد طاقم العمل، إلى اللقاء.